هذه المناسبة التاريخية العظيمة والعزيزة على قلوب الشعب الجزائري، وهي إحياء الذكرى 70 لاستشهاد البطل باجي مختار، هذا البطل المغوار الذي كان أحد أعضاء مجموعة 22 والذين خططوا للثورة التحريرية المجيدة وأحد قادتها، حيث كان من الأوائل الذين سقطوا في ميدان الشرف يوم بعد 18 يوم من انطلاق أو اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، سقط في ميدان الشرف في مزرعة دالي بن شواف بعد معركة طاحنة مع العدو الاستعماري الغاشم.